يقول المثل الشعبي الجزائري: لا يغلبوك في صنعة بوك. وصناعة النحاس واحدة من أقدم الحرف التي يحرص سكان الأحياء الشعبية على نقلها لأبنائهم جيلا بعد جيل، حفاظا على التراث وعلى ديكور جميل تتزين به أزقة هذه الأحياء. هنا بحي القصبة العتيق ومنذ أكثر من نصف قرن لا يزال الهاشمي يخط كل نقش بأنامل محب، يعرض على زبائنه قطعا لا تحمل لمسات جمالية فحسب، وإنما تقاليد تحافظ عليها كثير من العائلات الجزائرية. الجزائريين مولوعين بالحرفة هذه، لخطر كل عروسة كي تروح يتم تدي معها محبس تاع الحمام، تدي معها طاسة تاع الحمام، وكيكونوا يعني رايحين ضياف ولا عرس ولا يجوا يدوا الهدايا منا. ويلقب صانعو النحاس في الجزائر بأمناء الحرفة التي ينقلون من خلالها فنون العمارة القديمة ويعيدون نحتها على شكل أوان يحمل كل جزء منها شيئا من تاريخ البلد وروح ماضيه. يعني في الاواني النحاسيه احنا نصيبوا حضاره اسلاميه. هذا البقراج هذا، هذيك قبل ما نروحوا هذيك الزهره هذه اللي نصيبوها لهنا لا فلور دي ليس، وهاوليك الفم هذا فم البقراج له لباس نورمال، ولهنا عنده الفم هذا اللي عنده علاقه مع الميزاب والكعبه. وتواجه الحرفة تحديات كثيرة من أجل البقاء، خاصة مع ارتفاع أسعار المادة الأولية وغزو السلع المستوردة للسوق، غير أن السياح يصرون على اقتناء قطع تقليدية مصنوعة يدويا. ما شاء الله الصناعات التقليدية في الجزائر كثير عجيبة، ما شاء الله يعني التراث قديم جدا، احنا بشكل عام أحب التراث، ما شاء الله الشعب الجزائري محافظ جدا للتراث التقليدي، وهذا واجبنا كدول عربية بشكل عام، يعني الحفاظ على الموروث والتقاليد القديمة. وعلى غرار العاصمة تتخذ العديد من المدن الجزائرية من النقش على النحاس وسيلة للحفاظ على حضارتها التي تعود إلى قرون خلت، على أمل أن تجد هذه الحرفة اهتماما أكبر ينقذها من الزوال. ياسمين موسوس، سكاي نيوز عربية، الجزائر.